هنا انا سويت سلطه الرايته، بصل وكزبره وفلفل حار وخيار وملح. ايش حسوي؟ ححط عليها الزبادي وبكذا انا اكون خلصت طبختي. الله الله. طيب خلينا نشوف مقادير السلطه. يعني أنا بصل، انا الصراحه مره اتحمست على السلطه اكثر يمكن من الطبخه الاساسيه، فالسلطه اتوقع اساسيه ترى مع الكابلي. فمشاهدينا المقادير او مقادير السلطه بالتحديد على الشاشه، تقدرون انتم تكتبونها او تصورونها بتليفوناتكم. سهله جدا ولذيذه جدا مع رز الكابلي. أيوة. اللي حضرتها لنا اليوم شف طحا. هذه مع البرياني تتكلها السلطه. حلو حبيبتي. اخترت ثلاثة لوكات. اخترتي ثلاثة؟ والله انك كفو، انت تاخذين 10 من 10 يا رؤى. من عندي ها، تاخذيني وقت زيادة، ما عندي مشكلة. والله كفو عليك، انا متحمسة.